مشاهدي الكرام، وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي حنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات، التحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. معانا في فقرتنا النهاردة وبنورنا الأستاذ عبد الناصر أنديل، الباحث الحقوقي والأمين العام المساعد بحزب التجمع. أستاذ عبد الناصر، بقالنا كتير ما تقابلناش من ساعة الانتخابات. صباح الخير. صباح الجمال. خليني أبتدي جولتنا الإخبارية بنشاط الرئيس بالأمس. الرئيس كان له جولة تفقدية تابع خلالها سير الأعمال الجارية لربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع عن طريق كوبري سمير غانم المتقاطع أعلى الطريق الدائري، والذي سيكون بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، ويختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة، ويخفف الضغط على محور القاهرة السويس. هو محور قاهرة السويس عليه ضغط رهيب طبعا، يعني طبعا. خاصة أنه منطقة السويس والعاصمة الإدارية والمينا اللي بتحصل في السخنة، ويعني مدخل لسينا والقرى السياحية. لكن خليني أقول أنه الجولة التفقدية للرئيس امبارح بتورينا مدى سرعة إنجاز سير العمل في منظومة الطرق والمحاور المختلفة. يعني صراحة أستاذ عبد الناصر، أنا بعدي من شارع لو عديت منه بعدها بأسبوع برقيه اختلف تماما، حتى عندنا هنا في أكتوبر. يعني طبعا أنا عايز أقولك أن إذا اعتبرنا 30/6 كانت ثورة سياسية بغرض تصحيح وتقويم مسار الحكم في مصر، فاللي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة هي ثورة تنموية ونهضوية جديدة على كل المستويات. الدولة المصرية بتتغير من ناحية البنية التحتية، احنا قعدنا نص قرن ما بنشتغلش على البنية التحتية، وبالتالي كانت الصورة بعضها ممكن يكون شكله من بره جميل لكن عاملة زي التورتة كده لما تركنيها بره التلاجة اسبوع، شكلها حلو لكن خلاص بقت طعمها حامض. فاللي بيعمله الرئيس دلوقتي هو إعادة بناء دولة جديدة بمعطيات تتناسب مع العصر الحديث، طرق مختلفة، معايير مختلفة للإنشاءات والعمل، اختصار للزمن بشكل كبير جدا. أنا جاي لحضرتك دلوقتي، أنا واخد بالظبط 35 في دقيقة في الطريق. منين بقى؟ أنا جاي من حلمية الزيتون لغاية لحد هنا 35 دقيقة بالظبط. ده أنا نفسي اتخضيت لما بصيت بالصدفة في الموبايل وإحنا على البوابة داخلين عشان أشوف الوقت. ده كنا بناخد ساعة ونص قبل كده، كان لازم اجي قبل الهوا بساعتين عشان خاطر اوصل هنا بالظبط كده. ده بيبين قد ايه المشروعات. وخدي بالك احنا برضو مش بنتكلم بس في مشروعات طرق وانشاءات، لا ده احنا عندنا كمان ثورة على مستوى البناء، على مستوى المشروعات البنية التحتية، ومش موجودة في القاهرة عشان ما حدش يقول دي مشروعات العاصمة. طب ما انا عندي حياة كريمة بتتطبق في كل انحاء مصر، في كل محافظة مصرية في مركز أو اتنين أو تلات مراكز في 10-15 قرية موجودين ضمن مشروع حياة كريم، اللي هو برضو بيعيد عملية الإنشاءات حتى في الصعيد، يعني اللي هو كان ماسي لفترة طويلة طبعا. على فكرة لما نشوف الألف قرية اللي بادئ بيهم المشروع تقريبا 62% منهم موجودين في قطاع الصعيد، وده جزء مهم جدا. ولو قلتلك على الدور اللي بيتلعب في عملية تطوير الخدمات في القرى وإعادة الإنشاءات بشكل لائق ووجود مشروعات، انت طلعت قانون بعض الناس ممكن تكون مش واخده بالها منه، اللي هو قانون استبدال الأراضي. ده كان قانون مهم جدا عشان حياة كريمة تنجح، لأن انت وانت بتعمل القرية النموذجية اللي بتحلم بيها انت محتاج مركز شباب ومحتاج له ملاعب. طب أنا ما عنديش أراضي مملوكة للدولة، فظهر مشروع الاستبدال عشان يقدر يعمل لي الإحلال ده. طب خلينا نرجع للطرق تاني. هل كان ممكن إن احنا نتخيل إنه في 7 سنين شبكة الطرق اللي حوالين اللي هي ربطت مصر كلها، خليني أقول، كان ممكن إنها تتعمل في 7 سنين فقط؟ يعني أنا هقول لك على تجربة شخصية. أنا كنت بروح دايما بسافر الولايات المتحدة، تحديدا نيويورك، كنا بنروح بنغطي الجمعية العامة للأمم المتحدة. أنا ما فيش مرة رحت فيها نيويورك غير الشوارع مقفلة وبتتصلح. بالظبط. أنا بتكلم على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بالظبط. وشوارع مقفلة ومكسرة. لكن أنت دلوقتي لما تبص على مصر، أنت في 7 سنين عشان كده بنقول ربطت محاور، عشان كده بنقول إنها ثورة تغيير حقيقية.
لما تيجي زي حضرتك ما تقولي، لما اجي ابص على المحاور اللي ربطت العاصمه بكل القطاعات في مصر، انت مش بتتكلمي بس على اتجاه السويس، انت لو رايح الصعيد النهارده شوف الطرق اتغيرت ازاي، والمحاور اللي ربطت السويس ربطت طريق الصعيد بكل محافظات مصر واللي تقدر تنقلك بشكل، شوف الدائري الاوسط ده طريق جديد انت عملته عشان يعمل نقله، شوف طريق الضبع اللي انت عملته ازاي اتعمل، توسيع الطرق القديمه وزياده عدد الحارات اللي موجوده فيها، وبالتالي انت مش بس باصص على جزء وبتحاول يعني على العاصمه وبتحاول انك تصلح فيها بمنطق ان هي اللي قدام العين، لا انت عامل النقله دي بشكل عام. عدد الحارات في الطرق النهارده بقى لها معايير ومقاييس عالميه انت بديت تلتزم بيها، الاول كنت ممكن تلاقي طريق بيتعمل عباره عن حارتين. حقيقي. فتيجي تلاقي الانتظار، واحنا عادتنا ان احنا بننتظر في الشوارع، حاره بتتاخد انتظار ونمشي طابور ورا بعض، لو عربيه عطلت عربيه وقفت الشارع كله وقف. ده ما بقاش موجود، انت النهارده الحد الادنى لعدد الحارات في المحاور الرئيسيه داخل القاهره 6 حارات. وبالتالي انت ضامن سيوله مروريه عاليه جدا، وبالتالي السيوله ده بقى اقتصاديا نحوله بقى الاقتصاد والمال، ده معناه استهلاك اقل للوقود، سرعه اكبر في نقل السلع والمواد، قدره على الانتاج اكبر بشكل كبير جدا. النهارده رجل الاعمال اللي بينزل اول حاجه بيبص عليها عندك اسعار الطاقه وحاله الطرق. النقطتين دول نقطتين مفصليتين. طبعا لما اجي اقارن اسعار الطاقه في مصر واسعار الطاقه حتى في الاقليم بتاعنا، لا هي تنافسيا على المستوى الاقتصادي عاليه جدا. لما اجي اشوف الطرق، السيوله اللي عندنا في مصر مش موجوده، انا زرت تونس وزرت لبنان خلال السنه الاخيره دي. نفس المعاناه اللي حضرتك بتحكي عليها في بعض الطرق في نيويورك موجوده بشكل اعنف في هذه الدول. لكن انا عندي هنا في مصر ما عادش الموضوع اختلف. وموضوع برضو استهلاك الطاقه، احنا دلوقتي اللي يعني كميه استهلاكنا للطاقه ما بقتش زي الاول، كنت كل شويه بتدخل بتملى العربيه لانه بالزبط. بقت ما بتقفش فترات انتظار طويله، ما بقتش بتقف. ما هو ده عشان كده بقول لك ان علاقه الطريق بالحاله الاقتصاديه وبالنمو الاقتصادي مهمه حقيقة. جدا من البعد. طيب عايز انتقل لموضوع تاني، وهو خبر ايضا من رئاسه الجمهوريه، والخبر ده خاص بموضوع غايه في الاهميه. الموضوع هو ايه؟ اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي انتهت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من صياغة نسختها النهائية وإرسالها لرئاسة الجمهورية بعد مشاورات وجلسات حوارية طويلة مع عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية والنشطاء في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية. وبحسب مصادر مطلعة بأن النسخة النهائية توضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل في مجال حقوق الإنسان في مصر. يعني إطلاق هذه الاستراتيجية تأثيرها على الحياة العامة، وإحنا كنا بنتكلم على حياة كريمة، تأثيرها على الحياة السياسية، خليني بقى أتكلم كمان وتأثيرها على ما يشاع والمؤامرات الخارجية اللي بتجيلنا كل شوية بدعوة التدخل في شأن البلاد الداخلي بدعوة حقوق الإنسان. شوفي يعني أنا برضو هقولك إن ده يوم للتاريخ اللي بيحصل النهاردة ده طبعاً. ده يوم من أيام التاريخ، الاستراتيجية الوطنية الأولى في تاريخ الدولة المصرية لحقوق الإنسان، ودي بتنقلنا من الكلام اللي احنا اتكلمناه من شوية عن تطوير الحجر إلى تطوير البشر. إن أنا لما أعمل حجر بمواصفات لائقة عايز بشر كمان يعيشوا فيه بمستوى لائق، وبالتالي الاستراتيجية من البعد ده بتلعب دور في منتهى الأهمية. نمرة 2، أنها الثغرة الوحيدة في حائط الدولة المصرية التي أغلقت الآن في وجه المؤامرات الدولية. أنت على المستوى العسكري بقى عندك تنوع في عملية التسليح، وبالتالي محدش يقدر يلود لها الدولة المصرية النهاردة في هذا الملف. على المستوى الدبلوماسي عندنا بشكل حقيقي أسد في الدبلوماسية المصرية يلعب دور في منتهى الروعة في تسويق وترويج الموقف المصري على بشكل عام. يفضل عندهم تكئة حقوق الإنسان اللي هم كل ما يتزنقوا ويحاولوا ينالوا من الدولة المصرية يتحدثوا عنها. النهاردة
مصر انشات آلية وطنية. انا كنت موجود في جنيف في دورتين لانعقاد الخاصين بعرض تقرير مصر حالة حقوق الانسان في مصر في 2019 وحضرت جلسة الاعتماد. جزء كبير من المعلومات اللي كانت تقال كانت معلومات مغلوطة. انت هنا كان ضمن الدروس المستفادة ضرورة وجود هيئة مصرية دائمة تعمل على ملف حقوق الانسان وتتعامل مع الخارج وترد على استفسارات. فنشأت اللجنة الدايمة لحقوق الإنسان وتبعتها لوزارة الخارجية كانت مهمة جدا في البعد اللي بنتكلم فيه مع بعض. اللجنة دي حطت ضمن مهامها واختصاصاتها اللي نص عليها رئيس الوزراء في قرار الإنشاء أول نقطة وضع استراتيجية وطنية. ميزة الاستراتيجية الوطنية إنها هتضمن لي كفاءة في أداء الأجهزة الحكومية في تقديم الخدمات لصالح المواطنين، آليات واضحة للمواطن يستطيع من خلالها التظلم مما يرى أنه إجراءات تنال من حقوق. وبالتالي ده بعد مهم جدا. الاستراتيجية حطت لنفسها أربع أبعاد رئيسية بتبين لي التكامل، أو عشان كده احنا بنتكلم انها أول استراتيجية متكاملة للدولة المصرية. المحاور الرئيسية ليها الحقوق المدنية والسياسية، ده شوفي ده عنوان اهو تقدر تحط تحت منه بقى كل اللي انت محتاجاه فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، فيما يتعلق بحرية الإعلام، فيما يتعلق بالأحزاب والأحزاب السياسية، فيما يتعلق بالانتخابات العامة والديمقراطية، كل ده موجود. ومحور خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واحنا بنتكلم على حياة كريمة ونتكلم على جودة الطرق والخدمات اللي بتقدم لصالح المواطنين، وبعد خاص بالفئات المهمشة، حقوق المواطن، حقوق المرأة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. خدي بالك كل ده هيتحول لسياسات تنفيذية وتحول لإجراءات عملية تطبقها الوزارات بعد شوية. سياسات ملزمة. بالظبط، ويبقى في آليات لتدريب الموظفين على تطبيق الاستراتيجية دي في تقديم الخدمات لصالح المواطن. آخر بعد اللي هو احنا بنتكلم عليه دلوقتي. آليات وطنية لتدريب ورفع كفاءة موظفي إنفاذ القانون لدى تقديم الخدمات لصالح المواطنين. مين يقدر يقول ان ده كان ده مش حدث تاريخي للدوله المصريه؟ مين يقدر ينكر ان ده مش انجاز شديد الاهميه في مستوى كفاءه الخدمات؟ احنا في انفراجة مهم في ملف حاله حقوق الانسان في مصر. النهارده النائب العام يصدر بيانات دوريه عن اي احداث او اي وقائع يشاع انها ملتبسه لدى المواطنين، ودي آلية مهمه جدا في عمليه الحق في اتاحه وتداول المعلومات عنه. يعني لو تاخد بال حضرتك امبارح مثلا كان كل الناس بتتكلم على الفيديو اللي تم نشره بتاع الطبيب والممرض وقد ايه، وفعلا بيجي حق. شوفي في عندنا يعني انا بديك قصه، انا عايز اقول لك بالظبط. شوفي هنا دي عندنا في معايير حقوق الانسان في معيار نجازه التصرفات او الاداءات. احنا الفيديو نشر اول امبارح بالليل، امبارح تم ايقاف الاشخاص الموجودين في الفيديو، النائب العام طلع بيان وبدات التحقيقات بالفعل. انا محتاج سرعه اكتر من كده. دي قصه، ده في قصص قبل كده كتير يعني، وفي عشرات القصص الاخرى. خدي بالك دي السوشيال ميديا يمكن شويه ساعدتنا ان احنا نشوف الحدث بشكل واضح، فعشان كده ده الحاجه الايجابيه الوحيده اللي في السوشيال ميديا. بالظبط، احنا عشان كده تمام. لكن في عشرات الاحداث المشابهه، وقعت الطفل بتاع المختطف بتاع المحله حقيقي، ازاي قدرت ترجعه بدون طلقه رصاص واحد؟ وازاي القوه قدرت تدخل؟ لا هي الداخليه الصراحه عملت مجهود بالظبط، عشان كده وفي اسيوط بقى عندنا كمان طفل اسيوط بعدها بالظبط. عشان كده فكره ان زي ما كنا بننتقد اداءات لوزاره الداخليه لازم تشيد بيها في اداءات اخرى عشان يبقى انت منصف وعادل في احكامك. الاستراتيجيه تديني النوع ده من العداله، لان زي ما بتقول ان لك حقوق فعليك واجبات، وزي ما بتحدد على السلطه التنفيذيه واجبات وممارسات لازم تلتزم فيها بمعايير، المواطن ايضا لازم يكون عارف كويس جدا كيف يتعامل مع هذه السلطه دي. عشان كده الاستراتيجيه رساله مهمه جدا للخارج ان الدوله المصريه بتتحرك في كل المحاور. عايز اربط لك الاستراتيجيه كمان، وده بعد مهم جدا، بالمحور الاول في خطه مصر 2030 بناء الانسان. ضمن محور بناء الانسان كانت موجوده، وبالتالي ما حدش يقدر يقول ان ده طفره حصلت مره واحده في الحاله المصريه، لا، احنا من سنه 2018 واحنا واعيين اننا محتاجين هذه الاستراتيجيه. كل القوى الوطنيه حتى منظمات المجتمع المدني والقيادات الحقوقيه وبعضها شايف ان هذا النظام لديه مشكلات معاه، دعيت وشاركت وحطت ملاحظاتها واستمع اليها فيما يتعلق بتطوير هذه الاستراتيجيه. الاستراتيجيه ما طلعتش مره واحده،
في جلسات حواريه وجلسات مجتمعيه انعقدت مع كل الفئات والاطراف عشان تراجع هذه الاستراتيجيه. فلما نيجي نعلنها النهارده نحن نعلن ما توافق المجتمع. ده عقد يعني هو اجتماعي. النهارده اللي هنتابعه ان شاء الله بعد قليل، واحنا ان شاء الله على صدى البلد هنكون متابعين لحظه بلحظه منذ وصول الرئيس. هل سوف تعلن الاستراتيجيه بشكل كامل امام المواطن العادي؟ لانه المواطن العادي بيقول لي ايه؟ يعني انا هعمل ايه بالاستراتيجيه؟ انا مش فاهم. يعني انتوا عايزين اعمل ايه؟ لانه هو لسه ما شافش ايدي. لسه ما شافش. بالظبط، انت النهارده الرئيس ستطلق في الجلسه النهارده الاستراتيجيه الوطنيه. هتعرض محاورها الرئيسيه. النهارده. لا، من بعد انتهاء الجلسه ستتاح نسخ من الاستراتيجيه لكافه القوى السياسيه والمدنيه الموجوده جوه الدوله المصريه. وكل الوزارات هتروح لها نسخ من هذه الاستراتيجيه. والبرامج التنفيذيه، وانا عارف انها بدات بالفعل، الامانه الفنيه للامانه العام للجنه الدائمه بدات تشتغل على برامج تدريب ورفع كفاءه موظفي الدوله في عدد من الوزارات لتطبيق هذه الاستراتيجيه. طب والمواطن العادي يعرف ازاي بقى؟ يعني هل ممكن يبقى مثلا تعرض لشيء ما وانه حسب الاستراتيجيه انه هو هيقدر؟ كل مديريه امن اصبح فيها مكتب اسمه مكتب حقوق الانسان دلوقتي. كل مديريه امن، كل محافظه بقى موجود جوه كل مركز من مراكزها في ال 176 مركز، مش مباني المحافظات بس، ال 176 مركز، مكتب اسمه مكتب حقوق الانسان. ده غير مكتب الشكاوى اللي هو تبع مجلس الوزراء. بالظبط، لا، اداره الشكاوى دي، منظومه الشكاوى دي جزء من مكتب حقوق الانسان. وبالتالي ده هيظهر في كل الوزارات على فكره. فهيبقى عندك اليه كمواطن للشكوى بشكل مباشر من التعسف او سوء مستوى تقديم الخدمات ليك في اي وزاره من الوزارات المختلفه. هتلاقي ان المعايير الخاصه بتقديم الخدمات هتبقى متاحه. في ادله دلوقتي متاحه، لكن المواطن، وعشان كده فكره الوعي والاعلام بيبقى جزء مهم جدا من الترويج للسياسات العامه. في ادله دلوقتي بتقول كيف تقدم الخدمات وما هي المستندات المطلوبه لتقديم هذه الخدمات. دي موجوده في 16 وزاره على فكره عندنا حاليا، واحنا لسه ما بداناش تطبيق الاستراتيجيه. يعني في ضمن فترة البينية لوضع الاستراتيجية بدأت الخطوات دي تتاخد. يعني في دليل تصدير وزارة الداخلية، ده نموذج مثلا لكل الأوراق الثبوتية والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، تقدر تاخده من أي اسم شرطة مجانا وجواه كل الإجراءات وكمان رسم تقديم الخدمة. النقطة الأخيرة بقى المدة الزمنية التي يستغرقها تقديم الخدمة. كاتب لك إن الخدمة دي هتستغرق 8 ساعات، طب لو جيت بعد 8 ساعات لقيتها ما خلصتش، اقدر اخش المكتب واقدم شكوى ان الموظف ما اداش الخدمه في الكلام ده في 16 وزاره. ده لحد اللحظه، لغايه اللحظه دي في 16 وزاره اصدرت دليل الخدمات ده، وبقى موجود ومتاح ويمكن للمواطنين الحصول عليه الكترونيا، متاح على المواقع الالكترونيه للوزارات، ورقيا متاح جوه المباني الحكوميه نفسها. انا عندي عدد من الوزارات، عندي كل خدمات وزاره العدل وكل خدمات وزاره الداخليه وكل خدمات مصلحه التوثيق والهجره، كل الخدمات دي انا معايا الادله الخاصه بي. وبالتالي ده بعد مهم جدا. النهارده وزاره التربيه والتعليم من السنه اللي فاتت بدات تاخد خطوات نحو المدرسه الدامجه اللي هي حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. لما نبص نلاقي وزير التربيه والتعليم بيصدر قرار باعفاء الاشخاص ذوي الاعاقه من المصروفات، هو مش تفضل، لا، ده جزء من الاستراتيجيه الوطنيه تقديم الخدمه لهذه الاشخاص. وده لما الاقي النهارده النائب العام بياخد قرار بانتداب 11 قضيه للعمل في السلك القضائي، ده برضه ما هوش رؤية تنويرية ليه هو كشخص، لا، ده جزء من سياسة الاستراتيجية الوطنية. لما اجي الاقي النهارده القطاعات الوطنية المختلفة بتشتغل على تمكين الشباب، ده جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقيقة. طب احنا النهارده هنتابع، واعتقد انه دلوقتي المواطن يقدر من خلال متابعته، يعني انا بقول لك تابع النهارده لما تعلن الاستراتيجية، ان انت هتفهم وتقدر تعرف حقوقك ايه وواجباتك ايه، ولو انت عندك شكوى هتقدر توصل ازاي، وانه خلاص الموضوع ما بقاش ماشي ايه. انا معايا نسخه من المسوده الاخيره للاستراتيجيه، لكن هي ستتاح بنسختها النهائيه، فمش عايز اقول لحد، لو حد محتاجها انا ممكن ابعتها له. لا، استنى، النهارده ستصدر النسخه النهائيه بعد اعتماد رئيس الجمهوريه لها، وستصبح متاحه للعامه. ولو عندك اي هتصبح مشكله زي هقول لحضرتك، يعني انا ده اللي سؤالي كان، يعني احنا مثلا الدستور لما جينا نعمل استفتاء على الدستور، الدستور كان معانا
يعني بقى حتى كنا في اشارات المرور الناس بتدي الدستور للناس، هل الاستراتيجيه دي هتبقى برضو متاحه بهذا طبعا الشكل؟ طبعا الهيئه العامه للاستعلامات، وانا متاكد من اللي انا بقوله لحضرتك هيحصل زي ما حصل مع الدستور، الهيئه العامه للاستعلامات طبعه تقريبا 30 مليون نسخه من الدستور بتوزعها في كل الجامعات وكل المدارس المصريه، ده الدستور وكل كل انشطه وزارات، ده نسخ للناس مجانيه. الاستراتيجيه الاستراتيجيه ستتاح بهذه الطريقه. طب حلو، يعني هنتابعها ان شاء طبعًا الله طبعًا. واكيد انا هحصل على نسخه عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم فيه. طيب امبارح خليني اتكلم عن ترحيب الخارجيه المصريه بتشكيل الحكومه اللبنانيه الجديده برئاسة ميقاتي، ورحبت الخارجية بتشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي مثمنة هذه الخطوة الهامة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق. ضمت التشكيلة الحكومية الجديدة لنجيب ميقاتي رئيسا للحكومة وسعادة الشامي كنائب له، تم تعيين عبد الله أبو حبيب وزيرا للخارجية، عباس الحلبي وزيرا للتربية والتعليم العالي، جورج قرضا وزيرا للإعلام، هنري خوري وزيرا للعدل، ثم بسام مولوي وزيرا للداخلية. كان اللبنانيون ينتظرون ولادة هذه الحكومة منذ أكثر من عام في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. يعني هو أهم حاجة امبارح أنا كنت متابعة تشكيل الحكومة، انه يعني دوله رئيس الوزراء السيد نجيب ميقاتي ما بقاش فيه التلت المعطل بالظبط اللي هو كانت مشكله المشاكل فيه في لبنان بالظبط. يعني انا اول ما لقيت ان ما فيش التلت المعطل قلت انفراجه. لبنان قعدت عام من المعاناه، انا زرت بيروت من فتره قريبه شفت بعناية جزء من المعاناة اللي احنا كنا بنقرا ونسمع عنها وبنشوفها في الفضائيات ومش واخدين بالنا من خطورتها. لما سعر العملة داخل لبنان العملة الرسمية يبقى جوه البنوك يعادل 16% من سعر بيعها في الشوارع، ده يوريك المواطن ازاي مش قادر يعيش. منذ لحظة انفجار مرفأ بيروت، وده كان يعني بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير حقيقي، كشفت مدى المعاناة الحقيقية اللي بتعيشها الدولة اللبنانية نتيجة عملية يعني تلت المعطل، ونتيجة يعني ان القوى السياسية بدأت تنظر لمصالحها على حساب المواطن. وشفنا ان التحقيقات اللي تمت ما كانتش مرضيه اطلاقا للمواطنين، والمظاهرات اللي حصلت رافضه لعدم امتثال المسؤولين والوزراء لطلبهم للادلاء باقوالهم في التحقيقات التي تتم، وازاي بيروت لبنان عايشه سنه بدون حكومه، سنه كامله بدون حكومه. النهارده احنا بنصدر استر على كل ده، والدوله اللبنانيه بتستعيد عافيتها مره ثانيه بحكومه يمكن القول بانها حكومه جت من خارج السرب. يعني احنا قدام مجموعة من الوزراء ليسوا من أصحاب المواقف الحزبية، مش عايز أقول عنصرية، لكن هي في الحالة اللبنانية احنا عارفين ان الولاء للتنظيمات وللكتل أكبر من الولاء للدولة نفسها، لا دي حكومة الدولة. وبالتالي أعتقد ان المواطن حتى في لبنان استقبل امبارح بارتياح شديد الاسماء التي رشحت حتى دوليا. يعني انا شفت ردود الافعال الدوليه كلها، الاتحاد الاوروبي، لان فكره المتحدة. غياب التلت المعطل نعم. ووجود رموز ووجوه لها طابع اكاديمي ومهني بهذا الشكل بيدي بارقه امل في قدره للانجاز لدى هذه الحكومة. وماذا عن حزب الله؟ هو ده مشكله المشكلات في لبنان. حزب الله اذا اصر على ان يتعامل مع نفسه باعتباره مركز ثقل اقوى من الدوله واقوى من سلطتها هيحصل صدام، هيحصل صدام. لكن الميزه ان المواطن اللبناني اتغير عن المواطن اللي كان موجود، ما بقاش ولاؤه للتنظيمات وللجماعات هو نفس الولاء، بقى احساسهم بالدوله وبالمواطنه اعلى، وبقى رفضهم لفكره التكتلات والتنظيمات اكبر. فهتبقى مشكله حقيقيه لحزب الله انه اذا قرر انه يقف حجر عثره امام انجاز هذه الحكومه انه هيواجه المواطن اللبناني بشكل مباشر، ودي نقطه هو ما واجهاش قبل كده. فبالتالي انا اعتقد ان حزب الله سيرضخ حتى مرحليا على الاقل للقرارات والمحاولات التي ستبذلها هذه الحكومه من اجل نقل لبنان او استخراج لبنان. انت عارفه ان تقريبا الازمه دي صنفت كاعنف ازمه تعاني منها لبنان ويعاني منها العالم
خلال قرنين من الزمان، اكتر من الحرب الاهليه اللي كانت من موجوده من 1853. طبقا لتصريحات الامم المتحده، هذه هي الازمه الاعنف دوليا اللي بتعاني منها دوله من الدول، اكتر من الحرب الاهليه اللي كانت في لبنان. احنا رايحين لدوله فاشله في ظل الحرب الاهليه، ما كانتش المعاناه بهذا الشكل، ما كانش نقص الخدمات بهذا المستوى، ما كانتش الكهرباء ازمه. انا دخلت محلات منوره الكشافات ونور الموبايل عشان خاطر نتفرج على البضائع، لانه مش قادر يدفع ثمن التيار الكهرباء وطاقه. شوفي يعني بقى الخدمات اللي ما ينفعش، وافران الخبز والميه الميه، انت سهريج الميه وازاز الميه في ايدين الناس، لاني محطات الميه مش قادره ترفع. ودي نقطه بقى اربطيها بموقف الدوله المصريه والانجاز اللي اعلن عنه من اسبوع بالسماح بوصول الغاز المصري لمحطات الكهرباء ومحطات رفع المياه جوه بيروت. ده انجاز مهم جدا في سبيل تيسير الحياه على الناس مع هذه. طيب لبنان ادينا هنتابع وان شاء الله يعني تفوق من كبوتها اللي هي كانت موجودة فيها. طب تعال نشوف المغرب. المغرب، الانتخابات النيابية في المغرب، تلقى حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المغرب هزيمة مدوية أظهرت مدى فشله في إدارة العديد من الملفات المهمة في البلاد خلال فترة حكومتي عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني بعد إعلان نتائج الانتخابات المغربية. قال وزير الداخلية المغربي إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية والجماعية 50.35% مقابل 42% في عام 2016. وأضاف أن هذه نسبة مهمة تعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية المهمة ولمختلف المؤسسات المنتخبة. يعني نتائج الانتخابات المغربية أنا بالنسبة لي يعني هل هي مفاجأة ولا هي انعكاس لما حدث في دول عديدة مجاورة بقى أو يعني دول شمال أفريقيا؟ يعني هل المواطن المغربي كان بيتابع ما حدث لمصر في 2012 لغاية 2013، ما حدث في ليبيا، ما حدث في تونس، ودي شايفين تونس، هل وعد درس فقرر أن يتخلص؟ شوف، مع أنه مر زي ما احنا مرينا بكل ده. أنا عايز أقول لك أني دي شهادة حق بتصدر في حقنا بعد 8 سنين، ويعني أن يأتيك الحق متأخرا أفضل من أن لا يأتي. حقيقي لما في 30/6 هنا قررنا أننا نغير قالوا علينا انقلاب. لما تونس قررت تغير قالوا عليه ديكتاتور. النهاردة في عملية انتخابية تالتة واضحة ما عندكوش ملاحظات عليها، بتتراجعوا بتخسروا بتخرجوا من المعادلة تماما. ده يرجع بالأساس أننا قدام تنظيم بيعاني من أزمتين كبار. الأولى هي أزمة الاستعلاء، أنه دايما شايف نفسه أنه والله صح، ما بيراجعش نفسه، ما بيراجعش سياساته، ما بيراجعش قراراته. نمرة اتنين العصبوية، أنه تنظيم لا يخدم إلا أعضاءه فقط لغيره. وده اللي خلى المواطن المغربي ياخد قرار بالإزاحة بهذا الشكل. هي انتخابات نتائجها مفاجأة للجميع. أننا نشوف الحالة دي في المغرب ده مهم، خصوصا أنها بتؤكد أن هذا التنظيم لا يصلح لحكم البلاد. هو يصلح، قد يصلح كفصيل سياسي ينافس على السلطة، لكن لازم ينافس عليها عبر آليات وطنية واضحة ومحددة، ما يمارس العمل الخيري والأهلي باعتبار أنه مدخل للهيمنة على الحكم في فترات لاحقة. اللي حصل، معلش عايز أقف يا أستاذ عبد الناصر، كفصيل سياسي نقطة، لكن ليس له في السلطة، ليس له في الحكم. ما انا بقول لحضرتك يعني هو فصيل سياسي ماشي، هو بس هو ليس له، هو لا يقدم نفسه باعتباره فصيل سياسي، هو يقدم نفسه باعتباره عطاء من الله. ما هوش بيقدم لنا نفسه باعتباره انه زينا، لا خالص. يعني ده واحد قال لك، يعني هرجعك تاني الاحداث، يعني واحد قال لك ده سيدنا جبريل نزل في ده كان ايام رابعه، ده ايام رابعه. والتاني قال لك ده سيدنا محمد يعني حالم في المنام ان الانبياء والرسل سيدنا محمد وسطهم، واتى وقت الصلاه فبقولوا له يتقدمنا رسول الله، قال لهم يتقدمنا محمد مرسي. دي جماعه تعاني من عتا، وبالتالي مش ممكن تتخلي دي ان دي جماعه تصلح للحكم. المغرب من ثلاث سنين وفي أزمة حقيقية نتيجة السياسات وتدني مستوى الخدمات وضعف المستوى الاقتصادي وتردي داخل المغرب وتراجع الدخل القومي المغربي، وبالتالي الأثر الناتج القومي على المواطنين. وعبد الإله بن كيران وموجود لسه في الحكم ك
كان في معاناة وكان في رغبة في تحجيم الحالة اللي هو عملها. استبداله بسعد الدين العثماني وظهور العثماني في الصورة تاني بعد ما كان موجود في 2007 وعودته للمشهد تاني كان نوع من أنواع يعني تحريك العساكر على رقعة الشطرنج، لكن ما تغيرتش السياسات. فكان الرد المباشر من المواطن المغربي إقصاء هذا الحزب والإتيان بقوة جديدة واعدة ليبرالية عندها تصور لإدارة المشروعات الاقتصادية. وخدي بالك عزيز أخنوش مثلا من ضمن الحاجات المميزة قوي في إنه ما خدش الانتخابات بعكس العثماني، ده بيوريك إن أنت قدام رئيس حزب ورئيس حكومة بعد تكليفه أمس من الرئيس المغربي مختلف بعض الشيء، عنده تصور للإدارة بشكل مختلف. المواطن العربي النهاردة يقدر يشوف بعينيه حالة الفشل اللي بتتأكد من لحظة إلى أخرى بأساليب مختلفة وآليات مختلفة للخلاص من هذه الجماعة. وبالتالي أعتقد أن هذا الكرت يعني يذهب إلى زوال للغرب بالظبط. بالنسبة للغرب هذا الكرت خلاص بقى كرت محروق. كانوا وراء كانوا أداة استقواء على الحكومات الوطنية وعلى القرار الوطني من أطراف دولية وأطراف أجنبية. النهاردة ثبت لها يقينا أن أزمة هذا التنظيم ليست مع القوى المجتمعية المتماسكة والمترابطة. كانوا بيقولوا أزمته مع الجيش المصري مثلا، كانوا بيقولوا أنه أزمته مع الرئيس نفسه قيس سعيد في تونس. لا، الأزمة مع شعوب حقيقية في مصر، 30 مليون نزلوا الشارع عشان يتخلصوا من هذا الحكم. في المغرب لما طلبت النهضة طلبوا ان الناس تنزل لهم الشارع، اللي نزلوا القوى المؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد. المواطن في المغرب صوت تصويت شعبي وجماهيري مباشر في انتخابات في دولة ما حدش بيتكلم على عملية انتهاك لعمليات التصويت جواه. وبالتالي ده بيأكد ان الصورة والموقف المصري الذي اتخذ والانحياز الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرادة المصريين كان قرارا سابقا للتاريخ. وبالتالي احنا بتيجي يعني شعلة دول شمال افريقيا طبعا مش وراها. انا عايز اقول لك يعني ان مصر طول عمرها كانت حائط صد يحمي المنطقه العربيه والاسلاميه من كل المخاطر الدوليه، واحنا قررناها مره ثانيه بآليه مختلفه في 2013 لما ازحنا هذه الجماعه مره ثانيه، وكاننا بنعود لممارسه دورنا التاريخي المحدد والمحتوم بحكم حركه التاريخ في الدفاع عن هذه المنطقه وفي اصلاح ما فسد منها بسبب حلف يعني المحرش. هي شكل من اشكال حركات الاستقلال اللي دايما مصر كانت بتقودها لكن بالعصر الحديث بآليات عصريه حديث. طيب ممكن نقول ان الحرب البارده رجعت تاني ما بين موسكو وواشنطن؟ يعني عندي خبر كده عايزه اقراه وقول لي حضرتك رايك فيه ايه. الخبر بيقول ان السلطات الروسية بتستدعي السفير الامريكي في موسكو جون سوليفان الى مقر الخارجية الروسية. تم استدعاء السفير الامريكي جون سوليفان الى وزارة الخارجية الروسية بسبب تدخل واشنطن في الانتخابات. اشارت بعض وسائل الاعلام الروسية وفقا لوكالة سبوتنيك الى ان سبب الاستدعاء يرجع الى رفض السلطات الامريكية منح عدد من الصحفيين الروس لاعتماد لتغطية احداث 11 من سبتمبر في نيويورك تخليدا لذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية. يعني روسيا بتستدعي السفير الأمريكي لأنه تدخل في الانتخابات، أمريكا مش عايزة تدي الصحفيين الروس أي تصريح لتغطية 11 سبتمبر. يعني الأجواء ما بين موسكو وواشنطن تحس أنها بتعود كده لزمن تاني، حرب باردة لكن بشكل آخر، ثنائية الأقطاب زي ما بنقول بالظبط. احنا يعني أمريكا من 1990 عاشت لعقود وهي تستمرئ سكرة القطب الواحد الذي يهيمن على القرار العالمي، لكن مع وصول بوتين للحكم وبدء سياسات الإصلاح اللي اتبعها وفي نفس الوقت ظهور الصين كقوة اقتصادية جبارة بدأت تتوجه للخارج، يعني كسرت السور المحيط بها وبدأت تتوجه للخارج وأصبح لها مصالح اقتصادية في عديد من دول العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تشعر أنها تفقد إمبراطوريتها وتفقد قدرتها على الهيمنة على القرار الدولي، وما قدامهاش فرصة أنها تخش صراع حر مع هذه الأقطاب، لأن الروس والصين لديهم قوة مالية جبارة نشأت عن سياسات الإصلاح الاقتصادي الموجود في الدولتين. وعلى فكرة الاحتياطي النقد العالمي الدولتين دول واحد واثنين مش الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي
هم يملكوا قدرة اقتصادية جبارة، عندهم مشروعات وانفتاح على عدد كبير جدا من دول العالم، فلازم المماحكات ولازم عودة التحرشات تتن موجودة عشان يبقى في نوع من أنواع الضغوط المتبادلة اللي ممكن من خلالها تفرض الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الحكومات بعض القيود وبعض الامتيازات لصالحها. موضوع التدخل في الانتخابات ده حصل في الانتخابات الأخيرة في الاتحاد السوفيتي في روسيا، و ما هو كانت معلش يعني عند كان في محاولة للوصول للربيع العربي جوه روسيا نفسه. ماشي، ما هو برضو كانت هناك اتهامات لروسيا بأنها تلاعبت في انتخابات أيام ترامب لو تتذكر. بس بالظبط كده، ما هو يعني ما هو التحرش، حاجات متبادلة، التحرش المتبادل ده تحرش سياسي قائم. لكن يعني خدي بالك، خدي بالك إن ترامب هنا الموضوع كان فكرة وصول هذا الرئيس اللي كان بمثابة مفاجأة للعالم كله، يعني قبل 6 ساعات من إعلان النتائج ما كانش حد متخيل في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها إن في فرصة عند هذا الشخص أن يصل للحكم، فكان عشان يبرروا لنفسهم وصوله كان لازم مبرر مقنع لمواطنيه، فما فيش أفضل من استدعاء العدو التاريخي والحديث عن تلاعبه في العملية الانتخابية. لكن التدخل الأمريكي في روسيا في الانتخابات كان واضح، في تحريك لمظاهرات في الشوارع، في استقبال لمرشحين خاسرين، وفي محاولة لحثهم على رفض النتائج وإعلان رفضهم بشكل رسمي لنتائج الانتخابات. ولولا قوة الدولة الروسية وتدخلها الحاسم كان ده ممكن يبقى فيه مشكلة. لكن أنا رأيي أن الصراع اللي موجود حاليا الكفة فيه تميل أكثر ناحية الروس، لاني سياسات الرئيس الحالي للولايات المتحده الامريكيه حتى على المستوى الداخلي غير مرضيه، قرارات كثيره مفاجاه، قراره بالانسحاب وتسليم افغانستان مره ثانيه لطالبان. معلش يعني لا انا لا 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 انا قرار الانسحاب من افغانستان ده هذا قرار متخذ من ايام ترامب، سواء بقى القوات الامريكيه في العراق، قرار الانسحاب من العراق متخذ من ايام اوباما ولم ينفذ. لا هو المشكله في افغانستان مش انت سلمتها المهين، الانسحاب المهين. لا، وتسليم قواعد التسليح لطالبان ده عليه علامات استفهام، هل كان بالاتفاق ام هو انا رايي ان في مؤامره ما بين طالبان وبين الولايات المتحده الامريكيه لشوكه في ظهر روسيا. وفي ظهر الصين، انت بتلعب في الحديقه الخلفيه للدولتين، عشان كده ما تستبعدش، وفي نفس الوقت دي قبلة حياة الإسلاميين في المنطقة العربية، انتوا عمالين تخسروا، طبعا هنجيب لكم حكومة ذات يعني عباءة إسلامية بحيث انكم تقولوا للناس لا احنا لسه موجودين في المنطقة ونقدر نأثر في المنطقة. هم اساسا بتوع طالبان الحكومة الجديدة ما بيقولوش عليها دولة، بيقولوا عليها إمارة إسلامية. إمارة إسلامية بالظبط يعني كده، عشان كده بقول لك ما تستبعديش الدور التآمري من السياسات الأمريكية في اللحظة الحالية، وإنها ما زالت تحاول أن تلتف حول المشهد اللي هي فيه ما بقتش القطب الواحد في المستوى العالمي، وفي نفس الوقت مصالحها التي تأثرت بشدة نتيجة انحيازها الواضح والعلني لصالح الإسلاميين فيما سمي بالربيع العربي على حساب مصالح الشعوب وعلى حساب حقوقها بشكل مباشر، هي بتدفع دلوقتي ثمن كل هذه السياسات. ممكن تكون بتحاول أنها تتلاعب عبر أفغانستان وعبر طالبان مرة تانية للعودة لمشهد 2001 لعودة الهيمنة مرة تانية على الصورة. هو كده كده لما بنشوف استطلاعات الرأي بنكتشف أنه عدد كبير، يعني أنا كنت متابعة استطلاعات الرأي سواء بقى لموضوع كورونا، موضوع أفغانستان، يعني كذا موضوع. الرئيس الأمريكي بايدن أسهمه في انخفاض كبير جدا. هو محبط بشكل كبير جدا للمواطن الأمريكي نفسه، وسياساته الداخلية نفسها لا تلقى قبول ولا تلقى حالة رضا، وإذا أجريت انتخابات الآن مرة ثانية يقينا هو لن يكون موجود في الحكم. هاريسون يمكن تكون هي بارقة الأمل إنه لو سلم الحكم للنائبة كاملة هاريسون اللي هي النائبة ممكن تكون في بارقة أمل في سياسة أكثر شبابا، أكثر جدية، أكثر انفتاحا، لأنه هو يعاني وحالته الذهنية وحالته الصحية والعمر، وشفنا إزاي بوتين يعني سخر من حالته الذهنية دي أكثر من مرة، وده مش لائق بدولة تعتبر نفسها الدولة. هو الأمريكان حتى بيسموه الرئيس السرحان، هو السرحان نايم، يعني هم دايما لما يعني تتفرج على برامجهم بيسخروا منه. هم حاولوا انهم يتخلصوا
من نيران ترامب فذهبوا الى جحيم. حقيقي حقيقي. هو على العموم احنا الفتره الجايه فيها يعني احداث كتيره هنتابعها يعني. واحنا جزء على فكره، احنا لاعب رئيسي في هذا المشهد. لم نعد تابعا في المشهد، لا، اصبحنا لاعب رئيسي يؤثر في السياسات الدوليه ويستطيع ان يمثل بقراراته وانحيازاته فيها عامل مهم جدا في حقيقي. القرار الدولي. أستاذ عبد الناصر قنديل، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة الممتعة معاك. أنا بشكر أستاذ عبد الناصر قنديل، الباحث الحقوقي والأمين العام المساعد بحزب التجمع. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا في عناوين الصحف والمواقع الإخبارية. هروح لفاصل، وبعد الفاصل موعدنا مع فقرة السوشيال ميديا. يقع هذا القصر بشارع العروبة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، ويرجع تاريخ إنشائه إلى أوائل القرن العشرين، وقد استغرق تشييده 3 سنوات. قام بإنشائه البارون إمبان، صاحب فكرة تعمير وتخطيط صحراء مصر الجديدة وتحويلها إلى ضاحية كبرى. ويعد القصر تحفة معمارية نادرة، ويمثل نموذجا فريدا للعمارة على الطراز الهندي. ويقع على 4 واجهات، واستغرق تشييده 3 سنوات، وصمم بحيث لا تغيب عنه الشمس أبدا. جميع قاعات القصر وردهاته تدخلها الشمس، ويعد من أفخم القصور، واستخدم في بنائه المرمر والرخام، وتم تسجيله في عدد الآثار الإسلامية والقبطية. تعود أهمية هذا القصر أنه قد واكب حركة التعمير الذي قام بها البارون إمبان في مصر الجديدة، وهو صاحب فكرة تعمير وتخطيط وتحويل صحراء مصر الجديدة إلى ضاحية كبرى. القصر مبني من دورين، ويتكون من 6 حجرات كبيرة وصالتين، ويوجد في شمال القصر برج كبير مكون من 4 طوابق بسلم حلزوني من الخشب. وبمدخل القصر بعض التماثيل الرخامية والحجرية تمثل أشكالا حيوانية وآدمية شبه عارية. وواجهة القصر والبرج غنية بالنقوش الهندسية والنباتية والتماثيل المنحوتة بالواجهة.